للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، إجراءات يجب أن تتخذها الدول الأوروبية مجابهة للتضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة، برأيك أولويات هذه الخطوات؟ الحقيقة يمكن الأزمة الحقيقة مأثرة بشكل كبير على دول الاتحاد الأوروبي. وقت زي ما أنت عارفة إن إحنا خارجين من فترة كوفيد 19، كان في أمل إن يبقى في ريكفري أو في استعاضة. الاتحاد الأوروبي قبل الأزمة وقبل كوفيد الحقيقة عنده مشاكل هيكلية كبيرة. إحنا عارفين إن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية دول صناعية كبرى، جزء من الجي 7 ودول عظمى الصناعية، لكن هيكليا الاتحاد الأوروبي عنده مشاكل من جراء المنافسة اللي موجودة من الصين والولايات المتحدة والدول الصناعية الصغرى، بالإضافة إلى الكاهل أو الثقل الاجتماعي اللي موجود والضرائب الحقيقة اللي موجودة على الصناعة الصغيرة والصناعات المتطورة في دول الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي ما كانش منتظر الحقيقة أزمة أخرى. هذه الأزمة أزمة طاقة، أزمة كبرى جدا بترفع سعر التكلفة، ومش بس ترفع سعر التكلفة وسعر الإنتاج، لكن بتزود عبء الخدمات الاجتماعية على الشركات وعلى الحكومة. وبالتالي يمكن تلاحظي ان بعض الاجراءات اهمها الاجراءات الاجتماعيه من خلال تخفيض الضرائب وزياده الحد الادنى للاجور. طبعا ارتفاع اسعار الطاقه بالذات كان يعني شيء مؤثر على الشركات وعلى الافراد، واللي الدول الاوروبيه اضطرت، وانا قلت اضطرت علشان ما تفقدش جزء، الحكومات الاوروبيه ما تفقدش جزء من رصيدها على المواطن، انها تدعم بشكل كبير اسعار الطاقه واسعار بعض السلع والمنتجات. وده شيء مش في الاجنده او في المدرسه الاقتصاديه الاوروبيه بشكل كبير. نعم. وده وضح قد ايه ان هذه الازمه ليست فقط ازمه اقتصاديه، لكن جزء منها، ولكن كيفيه امتصاص هذه الازمه، ما يجب فعله على الحكومات وما يجب فعله ايضا على المستهلك. يعني لا يوجد شيء كبير يمكن ان تفعله الحكومات، سواء ان تقدم الدعم، مزيد من الدعم، مزيد من تخفيض التكاليف، وان تضمن ان الشركات هتظل تستمر وعمليات الانتاج تستمر، لان المقابل او السيناريو الاخر هو خروج عدد من الشركات وخروج عدد من الموظفين من سوق العمل، وده طبعا ليه اثاره الاجتماعيه كبيره. احنا يمكن شفنا وزير الاقتصاد الالماني بيصرح ان قد تخرج 10% من الاساميز او الشركات المتوسطه من سوق العمل في المانيا، ودي طبعا كارثه بالنسبه لالمانيا. دول كثيره ممكن يحصل فيها هذا الامر، وبالتالي الحفاظ على سوق العماله، الحفاظ على الشركات، دعم الشركات، محاوله تخفيض اسعار الطاقه وتكاليف الانتاج هي السبل الوحيده، طبعا مع طبعا اسعار الصرف او سعر الفائده اللي بتلجأ ليه البنوك المركزيه. لكن لما نيجي نتكلم على الشركات وعلى الافراد، هيكون الدعم الاساس وتخفيض التكاليف المعيشه هو المحفزات، هي المتطلب الرئيسي او الاليه الرئيسيه اللي الحكومات الاوروبيه لجأت ليها او تلجأ ليها في هذه الفتره. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.